هاد السيدة عندها هاد البلاكار وسط الدار وبغات دير ليه شي حل باش تستافد منه، والصراحة هي عطاتنا الفكرة كيفاش غادي نصايبوها بالمقاييس، يعني الله يعطيها الصحة. واخا ما كبيرش بزاف ولكن النتيجة جات مزيانة. المهم كما غادي تشوفوا درنا ليه بلاكار فوق وبلاكار لتحت. هذاك ديال التحت قالت لك غادي تستغلوا في مثلا الأحذية، صبابط صغيورين صبابط الكبار، المجوره غدير فيهم حتى هما شي حاجه ديال اللي تكون ما تستعملش حاجه صغيره. الفوق جوج طاجيرات ثلاثه الخويات، والوسط دير فيه بعض الديكورات كما كتشوفوا هاد الام دي اف ديال الشين. تناسق الالوان كيلعب دور كبير كما كتشوفوا، هادو صدادر ديال الهيطر بالدوري، ودرنا معهم واحد المارو اللي مغلق واحد شويه كما كتشوف. اللون ديال الثوب درنا فيه الابيض ودرنا فيه البيج، وواحد شويه ديال المارو مفتوح اللهم بارك كما كتشوفوا. الصندريات درنا هاد الشكل جوج، وحده كبيره وحده صغيره، والشميعات يا سلام عطاو واحد الجماليه اللهم بارك. الصباغه هي في الابيض كما كتشوفوا، يعني تناسق الالوان كيلعب دور كبير في الصالون كما كتشوفوا. هاد الطويبلات كي دايرين، الكوطي حتى هو يا سلام، داكشي جا كل حاجه في بلاصتها اللهم بارك. اش بان لكم في هذا اللون نتوما؟ واش جا مزيان ولا لا؟ شوف لي الصندريات كي جاو اللهم بارك، وحده هي وخوتها موانسين حدا بعضياتهم، داكشي يا سلام اللهم بارك. المهم اللي خاصاتو شي حاجه مرحبا اتصل بينا، راه ثمن مناسب وخدمه نقيه كما كتشوفوا. البريريت ديالها تاي ضروري، والفقشوت الفقاس، وبالصحه والراحه.